السلام عليكم مشاهدينا الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحلقة نختصها بكيفية عمل العقد. فلدينا هذا الأنبوب الصغير الخرطوم يسمى بالتيو. أولا أقوم بدوران هذا الترسان الرقيق. هذا الترسان تم غزله على ثلاثة. أما هذا الذي أقوم بالتخلص به هو على اثنان. هذا على اثنان. أولا أقوم بثقب هذا الخرطوم. بعدها أقوم بدوران هذا الترسان الرقيق على هذا الخرطوم. فأستمر في دوران هذا الترسان الرقيق من البداية حتى أتم دوران هذا الترسان على هذا القطعة الصغيرة من الخرطوم. فهذا العمل ليس صعب، فهو جد سهل. بالتمني أن كل من يعشق العمل في الخياطة وكيف يصنع ما يسمى بالعقاد التوتة، فهذا عمل جد سهل، ليس مثل العقاد جاكار مثلا أو العقاد البلديين. فتلك العقاد فهي صعبة، جد صعبة، إنما جد صعبة وليس صعبة، إنما فهي تحتاج إلى تركيز أكثر فقط. إذا أيها الأحباب، بعدما قمت بدوران هذا الترسان الرقيق على هذا الخرطوم الرقيق الصغير، أقوم بهذه العملية. دائما أركز هنا بهذه الطريقة. إذا بعد إنهاء دوران هذا الترسان الرقيق على هذا الخرطوم الصغير أقوم بتخلاصها. أضع هذا التخلاص المفتل، هذا مفتل رقيق جدا، هذا المفتل أضعه في الإبرة، ثم أقوم بتخراس هذه العقدة. فتخراس أولا أحسب ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، ثم أقوم بإخراج الإبرة، ثم أعود من نفس الخط، ثم أعود من نفس، وبعدها أحسب ثلاثة أخر، يعني في نفس الضربة الأولى. في الضربة الثانية، الضربة الأولى أحسب فيها ثلاثة، أما الضربة الثانية فهي أحسب فيها ستة، ثلاثة الأولى وثلاثة الجديدة. وأستمر هكذا
أما هنا لدينا 1 2 3 4 5. أحسب في الأول 3، ثلاثة التالية بعد الثلاثة الأولى، ثم أقوم بهذه الطريقة، ثم أحسب 2 لأن بقي لنا في الأخير 2، أحسب 2. وإلى هنا مشاهدينا أتممت عملية التخلص، بعدها أقوم بهذه الطريقة، أقوم بهذه الطريقة. هذه الأماكن التي يظهر فيها هذا الخرطوم، هذه الأماكن أقوم بإغلاقها. بعد انتهاء هذه العقدة أقوم بإخراج هذا التخلص. إذا هذا التخلص، ها هي إذا عقدة كاملة. ها هي إذا مشاهدينا، ها هي عقد التوتة بهذه الطريقة. فهي جد بسيطة، عملية جد بسيطة، فهي وقت استغراقها ليس كثيرا، ما بين 5 دقائق إلى 7 دقائق، هذا كل شيء. ها هي إذا يمكن لنا أيضا أن نضع فيها العقيق، عقيقة صغيرة يمكننا أن نوضعها في هذه الثقوب، نوضع فيها رقيقة صغيرة أو خاوية إذا أردنا أن نضع فيها نضع فيها، وإذا كانت جلابة لا من يستحسن أن لا نضع فيها، وإن كان قفطان يجب أن نضع فيها العقيقة. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المشاهدة، ومع فيديو آخر إن شاء الله. وفي الفيديو القادم إن شاء الله أقدم لكم كيفية لصق هذا النوع من العقد، هذه النوع من العقد، فهي العقد التوتة. في الفيديو القادم إن شاء الله أريكم كيفية لصق هذه العقد، فهذه العقد ليست مثل الوردة أو العقد جاكر، هذه العقد كيفية لصقهم حال طريقتهم خاصة. وشكرا لكم على المتابعة، دمتم في رعاية الله، وشكرا على المتابعة.